تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 1927 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 101743 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,287,372 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 35 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,830 حالة، وتم التأكد من 1724 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 80,732 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، بالنسبة للناس اللي يلا التحقوا بنا غادي نعاود الحصيلة. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن تسجيل 1927. إذا مشاهدي قناة شوف تي في غنعاود الحصيلة لهذا اليوم بالنسبة للناس اللي يلا التحقوا بنا. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن تسجيل 1927 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 101743 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,287,372 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية كذلك بأن الفترة نفسها عرفت 35 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,830 حالة، وتم التأكد من 1,724 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 80,732 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.